طيب ده على مستوى النادي الاهلي، وكمان نهائي كاس مصر، نهائي كاس مصر اللي هيتلعب في السعوديه. كمان فريقنا الفتره اللي جايه عنده مباراه مهمه جدا، مباراه جماهيريه اكيد، وعلى مستوى التنافسي مع النادي الزمالك، وهيكون هذه المباراه او نهائي كاس مصر لموسم 2022-23 هتكون في السعوديه. كان الحاج عامر حسين عضو اتحاد الكوره ورئيس لجنه المسابقات اكد بشكل نهائي ان المواجهه ما بين النادي الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر يوم 8 مارس اللي جاي هتكون في السعوديه. كمان الحاج عامر قال ان الاهلي هيخوض مواجهه شباب بولزداد ومدياما يوم 16 و23، وزي ما قلت لحضراتكم انه من الصعب هيبقى في مباراه ما بينهم اللي هي كانت مباراه طلائع الجيش، وعشان كده تقرر تأجيل مواجهة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش اللي كان مقرر ليها يوم الاثنين 19 فبراير.